بمناسبة نتيجة ثانوية عامة وإن كله بيدور في الكليات، فده الوقت المناسب اللي أقدر أقول فيه أنا مين وأتكلم عن كليتي شوية. أولا أنا اسمي ندى، كلية تربية طفولة جامعة المنصورة، سنة رابعة الحمد لله آخر سنة. كلية تربية طفولة من الكليات الحلوة جدا اللي اتسألت عليها على اليوتيوب على الشانل بتاعتي، واتسألت عليها على الانستجرام، هو ايه كلية تربية طفولة وايه الأقسام بتاعتها لمعظم البنات اللي مش فاهمة الكلية أوي. اول حاجه كليه تربيه طفوله هي كليه خاصه بالاطفال، في فرق بينها وبين رياض اطفال. ايه الفرق بينهم؟ زمان كان اسمها رياض اطفال، دلوقتي رياض اطفال بقى قسم من اقسامها، انما كليه تربيه طفوله كامله هي شامله الطفل، انما رياض اطفال قسم داخلها وقسم في كليات التربيه العاديه جدا، ده ملوش علاقه بكليه نفسها. اقسام الكليه ايه؟ اقسام الكليه اربع اقسام، قسم رياض اطفال وده بالعربي، قسم سبيشال نيد او مميز او ذوي احتياجات خاصه وده بتاع ذوي الهمم، قسم انجلش وهو ان هي بتدرس لرياض اطفال بالانجلش، وقسم مونتسوري اللي هي بتدرس للسبيشال نيد والاطفال العاديين ولكن بطريقه مونتسوري الحديثه اللي نازله جديد. ده الاربع اقسام بتاعتها. بقدر اطلع ايه بقى من كليه تربيه طفوله للناس اللي مهتمه قوي بمجال الشغل؟ عدي معايا. واحد مدرسه رياض اطفال، اثنين مدرسه رياض اطفال بالعربي بالانجلش كده، ثلاثه اخصائيه للسبيشال نيد او للاطفال ذوي الهم، اربعه مترجمه لغه اشاره، خمسة أخصائية تعديل سلوك، ستة مدرسة ابتدائي، سبعة أخصائية مونتسوري لرياضة الأطفال والابتدائي والسبيشال نيد كلهم. ده يعتبر الشغل الأساسي بتاعي. طيب الشغل الفرعي، إن إحنا عندنا بنات اشتغلت في دوبلاج بسبب التغيير الأصوات اللي إحنا اتعلمناه، عندنا بنات اشتغلت في الديزاين لأنها بتتعلم كل حاجة في الديزاين، عندنا بنات اشتغلت في الإكسسوارات وفي الهاند ميد، كل ده انت بتتعلمي داخل الكلية. عندنا بنات اشتغلت في التصميمات لان احنا اصلا بنصمم داخل الكلية كمية مشاريع ووسائل لا تعد ولا تحصى، فالحمد لله تمام. طب الكلية دي عملي ولا نظري؟ عملي، وعملي جدا جدا، نضغط جدا. طيب هل الاقسام دي كلها سعر موحد؟ لا، اقل فئة سعرية هو رياض اطفال واعلى فئة سعرية هو مونسوري والسبيشال نيد. طيب مدة الدراسة قد ايه؟ مدة الدراسة اربع سنين والحمد لله، وانا في سنة رابعة والحمد لله. هل الكلية وحشة؟ بالعكس، الكلية جميلة جدا، بتعلمي فيها حاجات كتيرة جدا 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 من كل الكليات، يعني يعتبر كل الكليات عندنا، كل حاجة بيتعلموها في الكليات احنا بنتعلمها، ولكن ده بيرجع لحبك للكلية وانتي عايزة تبقي ايه بالظبط من كل الفئات اللي انا قلت لك عليهم دلوقتي.